طب يا كابتن، عايز اخد رأي حضرتك برضو في مباراة بكرة سوار الغيني. سوار الغيني برضو جاي من خسارة من نادي سجرادة الأنجولي، فأكيد هيبقى جاي عايز يحقق نتيجة إيجابية قدام نادي الزمالك، فأكيد برضو هتبقى مباراة صعبة بكرة. اكيد طبعا الاجواء الافريقيه بتبقى صعبه، خصوصا لو الملاعب ما بتبقاش طبيعيه، بتبقى صعبه علينا شويه. وهنا بقى التحولات الخططيه بتيجي، ان انت بره غير جوه. لكن المباراة بكرة هنا عندنا. لا انا بقول لك يعني عموما بتكلم بصفه عامه، ان بالظبط. اللعبه في افريقيا دلوقتي يعني مش زي الاول، الموضوع ما بقاش سهل على الفرق لا لا، المصريه. مفيش فرقة افريقيا أفريقية اتطورت سهلة. جدا. انا عايز اقول لك اللعب في مصر غير اللعب في افريقيا. يعني لما تيجي تلعب هنا العب بطريقتي عادي 4 2 3 1، لكن لما يكون لعب بره العب بحته يعني سنه امان، اقلب الطريقه ل 4 3 2 1. والطريقه دي بتتوقف على اللي هو قدام الفراوده دي اللي بينجح اللعب. فانت بكره هتلعب بنفس يعني بنفس الطريقه، وهو اللي شايفه انسب هيلعب بيه. وانا بقول لك يعني يا ريت نثبت التشكيل، والتوفيق بتاع ربنا. وبس هو يعني ان شاء الله تبقى المبادره لينا، الضغط من قدام، واكيد دي محتاجه حفظ وشغل وكلام كتير، وتبقى ان شاء الله المكسب لينا، ويبقى فيه اصرار ان انت تجيب هدف بدري. الهدف بدري هيفتح لك حاجات كتير في الجيم مع الالتزام الدفاعي وانت معكش الكوره. برضه يا كابتن، كان قرار موفق جدا، كان قرار يعني في قدر كبير قوي من المسؤوليه من مجلس الاداره تجاه فريق نادي الزمالك، ان هم يوصلوا لاتفاق مع مسؤولين نادي سوار الغيني ويلعبوا الماتشين هنا. ده برضه يدي افضليه بكره ليك في المباراه. طبعا طبعا بتلعب في مصر غير بتلعب بره خالص. بالظبط. احنا سافرنا افريقيا كتير، لا جوه غير بره خالص. وبعدين انا بحيي مجلس الاداره على ان هو بيفي بالتزاماته، ودي عامله حاله كويسه جدا. هيبتدي حته الاستقرار الاداري هتضيف للاستقرار الفني. لما دي انا مبسوط ان هو لما بتوعي توفي. لما جينا قلنا هنكسب هندي قد كده، فعلا المجلس عمل كده. دي خلي بالك بتدي باور جامد جدا للمدير الفني، ان هو ان في حد في ظهره، وان كلام صادق. الوعود اللي انت ما ينفعش توعد لعيب وما توفيش بوعدك، دي بتعملك مشاكل جامده جدا. فانا بحييهم على ان هم بيوفوا بوعدهم، وان شايف ان الاداره ماشيه بخطى كويسه جدا. ايوه عارفين طبعا احنا كاولاد النادي الحمل كبير، لكن كلنا ثقه فيهم ان اللي جاي افضل. وطبعا انت عارف فرقه الكوره هي الواجهه. طول ما انت واقف في ظهر فرقه الكوره بشكل جيد، هتلاقي النادي كله في حاله كويسه. هو مجلس الاداره يا كابتن، يعني زي ما حضرتك موجود في النادي وشايف وشايف كل حاجه بتحصل في النادي، هو مجلس جاي يشتغل. يعني جاي الشغل، دي مش جاي حقيقة. الشو، مش جاي الناس تقول احنا انا لمسنا بعمل كده. وانا بسوي، تعالى لا هات هنا، يعني الناس جايه تشتغل. لا وده اللي احنا لمسناه، احنا كل يوم في النادي وشايفين ان ايه، في حاجات كتير جدا عايزه اصلاح، لكن في الوقت مش في صالحهم. لكن ان شاء الله مع الوقت وستيب باي ستيب الدنيا، انا شايف الدنيا رايحه في حته كويسه. وانا بالظبط. بطبيعتي بحب التفاؤل، فشايف ان اللي جاي ان شاء الله خير لنادي الزمالك، بإذن الله. الامور تستقر. هي بس العقبه الوحيده لينا المديونات اللي علينا في القيد. بالظبط. فشايف لو هم وفقوا في الموضوع ده هيحلوا جزء كبير جدا جدا من مشاكل الكره في إن النادي ان شاء شاء الله الله. أكيد يا كابتن، ده اللي أكيد كل زملكاوي بيتمناه من طبعا مجلس إدارة خلال الفترة اللي جاية. طيب بكرة برضو من المتوقع عودة عبد الله جمعة لقائمة نادي الزمالك، فتعتقد إن ممكن يبقى ليه دور بكرة في المباراة، ولا الكابتن معتمد هيبدأ برضو مثلا بعبد الشافي، أو ممكن يرجع إبراهيم ونضاي الحتة دي بكرة؟ لا انا على مستوى شخصي اتمنى ان عبد الشافي يبدا ماتش في ملعبك، خبره كبيره طبعا طبعا. عبد الشافي يعني مش عايزين نتكلم، هو نموذج محترم للعيب الكوره، وانا قلت الكلام ده كتير. شهادتنا فيه مجروحه يعني. والله حاجه هتفرح يعني. فانا شايف عبد الشافي ماشي كويس جدا وفنش بشكل جيد، وانت محتاج حد بقيمه عبد الشافي في الماتشات دي، الخبرات، وان هو يعمل لك جبهه كويسه جدا، و هيعمل اضافه لخط الظهر والثقه وتقل في خط الظهر. فانا شايف ان من الافضل، وهو طبعا ادرى معتمد ان هو اللي عايش مع اللعيبه، بس احنا على اخر حاجه شفناه ان انا شايف عبد الشافي هو اللي يبدا. طب لان حضرتك عبد بعد الله ما جمعه بقى له فتره بيلعب بالظبط، ماتشات. طب عمر جابر المباراه اللي فاتت انت كان شارك جاي في الباك ما ليفت. شاء الله ما شاء الله. بص عمر جابر الجوكر بتاع خط طبعا. الظهر، فدي بترجع للمعايشه بتاعت المدير الفني. انت عايز ايه من الجيم؟ و عايز تبتدي بمين اللي هينفذ لك الفكر بتاعك في على الاقل في الشوط الاولاني، وممكن بعد كده بتبتدي تتحرك في تغييراتك. لكن الانسب الانسب من وجهه نظري انا شايف عبد الشافي، لان عبد الشافي عنده النواحي الهجوميه كويسه جدا، ونواحي دفاعيه كويسه، ونواحي دفاعيه برده كويسه، وخبره كبيره. كذلك عمر جابر ماشي بشكل جيد جدا،
فدي ترجع ليه هو اللي رؤيته في التدريبات الاخيره، لكن انا شايف عبد الشافي ماشي كويس. احنا شفنا تالق بصراحه غير طبيعي الفتره اللي فاتت من لعيبه نادي الزمالك، شفنا كابتن دونجا في نص الملعب بقاله 3 4 ماتشات مستواه ثابت، عمر جابر، فبرضه دي من الحاجات الايجابيه اللي الجهاز الفني والكابتن المعتمد اشتغل عليها. بص يا كابتن خالد، الموضوع بسيط جدا، انت حطيت كل واحد في مكانه بالظبط ولعبت بالطريقه اللي تناسبهم، فانت النهارده اللعيب لقى نفسه في هنا، لان لما العب بتفندر واحد الموضوع كانت المساحات بتبقى كبيره، لكن لما حطيت اتنين جنب بعض الموضوع ظهر بشكل جيد، اختلف تماما، اختلفوا حتى ان بقول لك احنا ما بقاش عندنا يعني ما بيبقاش عليك خطوره زي الاول لما بتلعب واحد مساحات كبيره، خصوصا ان الارتداد ما بيبقاش قوي، فلما بتحط اتنين وتديهم نواحي دفاعيه كويسه جدا، هم شغلهم ان هم يدافعوا، اديت حريه للاربعه اللي قدام اللي هم قوتك لزيزو اذا كان سيد نيمار او شيكابالا او جزيري، فدي بتدي اريحيه في الشغل للعيبه، حتى لو انا ما رجعتش بس عارف ان في ديفندر هيشيل وراي بالظبط، فانت لعبت على الامكانيات اللي موجوده للناس اللي في نص الملعب، ولعب بالطريقه اللي هي انسب للعيبه، عشان كده احنا ظهرنا بشكل كويس، فانت عشان ظهرت بشكل كويس حاول تثبت الطريقه واللعيبه وهو واللعيبه، وخلي التغييرات في اضيق الحدود،